من القاهرة ينضم إلينا مدير مركز البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة دكتور أيمن شبانة. أهلا بك معنا دكتور أيمن. يعني هذه المسودة الجديدة تعرض نقاط اتفاق ونقاط خلاف أيضا، ما الجديد الذي ستأتي به لحل أزمة سد النهضة التي طالت؟ وكان من المعروف سابقا ما هي نقاط الخلاف والاتفاق أيضا. يعني في تصوري أنه طالما ظلت المواقف على حالها فلن يفرق الأمر كثيرا إذا كانت هذه مذكرات منفردة أو تم تجميعها في مذكرة واحدة، بل بالعكس يعني إثيوبيا الآن تأخذنا إلى ملفات تفاوضية مختلفة وبعيدة عن نقاط الخلاف الأساسية. نقاط الخلاف الأساسية مثل ما هو معروف هو قواعد ملء السد ونظام التشغيل والتعويضات التي يمكن أن تقدمها إثيوبيا في حالة حدوث ضرر ذي شأن، ومفهوم الضرر ذي الشأن، ومفهوم حالة الجفاف الممتد، وأيضا الآلية التي يمكن الاحتكام إليها عند حدوث خلاف في الوقت الراهن وفي المستقبل. هذه نقاط الخلاف. نجد أن إثيوبيا تأخذنا الآن نحو الاتفاق حول تقاسم مياه النيل الأزرق. هي تطرح ملف تفاوضي جديد بشأن تقاسم مياه النيل الأزرق، وهو ما رفضته مصر والسودان. وأعتقد أن مجرد تجميع المواقف التفاوضية المختلفة في مذكرة واحدة لن يؤدي إلى حدوث اختراق نووي. طيب دكتور، الآن وزير الري والموارد المائية السوداني ذكر بأن موقف مصر والسودان تغير، تراجع موقفهما، ما الذي تغير في موقف مصر والسودان، مصر وإثيوبيا الآن؟ يعني أعتقد أنه لم يتغير أي شيء في الموقف المصري الثابت منذ البداية على ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل قبل استكمال عمليات الملء ونظام التشغيل. الذي تغير هو الموقف الإثيوبي عندما تتنصل إثيوبيا من توقيع اتفاق شامل لتصر على مجرد التوقيع على مجموعة من القواعد الاسترشادية التي يمكن تغييرها بمجرد الإخطار، والتنصل من أي التزام يتعلق بدفع تعويضات أو وجود آلية قانونية يمكن الاحتكام إليها. دكتور، الآن هنالك من يقول أن كل هذه المسودات وكل هذه التفاوضات ما عاد لها معنى لأن إثيوبيا حصلت على ما تريد، هي بنت السد ويعني تقوم بالملء. يعني يتبقى مسألة استكمال الملء، يعني حتى الآن إثيوبيا قد بنت حوالي 75% من الأعمال الإنشائية في السد، لكن الأهم من ذلك في تقديري هو كيفية استكمال الملء ونظام التشغيل المستدام، لأنه ممكن من خلال تنسيق عملية استكمال ملء السد والتنسيق فيما يتعلق بالتشغيل المستدام وتنسيق عمل سد النهضة مع عمل السدود في السودان والسد العالي في مصر يمكن تجاوز الكثير من الأضرار. وبالتالي الآن أعتقد أن الموقف التفاوضي يتمحور الآن حول تخفيف الأضرار الواقعة على السودان ومصر وليست حول مسألة إنشاء السد من عدمه. طيب دكتور، الآن يعني في حال إكمال إثيوبيا لملء السد ووقوع أضرار على دول المسار وتحديدا مصر، ما الذي سيضمن تراجع أو اتفاق يؤدي إلى يعني عدم تضرر مصر ودول المسار؟ بداية، استكمال عملية الملء لن تحدث قبل منتصف يوليو 2021، وبالتالي الوقت ما زال يعني مبكرا للحكم على ما إذا كان من الممكن الوصول إلى اتفاق من عدمه. أمامنا فرصة حتى منتصف يوليو 2021، لكن في تقدير أن مصر لن تسمح بأي حال في المرة القادمة باستكمال عملية الملء. لماذا؟ لأن فترة الملء الأول تأثرت بها السودان وإمكانيات توليد الطاقة ومستوى مياه النيل الأزرق في السودان، ربما لن تتأثر بها مصر لوجود مخزون مائي في بحيرة ناصر، بحيرة السد العالي. لكن الملء الآخر أو القادم سوف يتم ملء حوالي 13 مليار متر مكعب من المياه، وبالتالي ستكون مؤثرة جدا على السودان وعلى مصر، وهو ما لن تسمح به مصر. وأعتقد أن مصر في هذه الحالة لن تدخر أي حل بما في ذلك الخيارات القصرية أو الإكراهية
من أجل الحفاظ على حقوقها المائية وحقها نعم. أيضا في توليد الطاقة. شكرا جزيلا لك مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة دكتور أيمن شبانة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.